السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر طاهر منصور مدرس اللغة الإنجليزية. بنشرف النهاردة أول فيديو معانا على القناة بتاعتنا. عايزين نعرف شوية معلومات كده بسيطة، هل من ممكن يكون في حد لسه ما عندوش المعلومات الأساسية دي ولا لأ؟ زي إيه؟ في النطق عندنا إحنا عارفين إن في ناس بتنطق إنجلش بريتش وأمريكان، وفي كمان أستراليان اللي بقى جديد دلوقتي، والانديان قرب في الطريق جاي. بس المشكله اللي احنا بنعانيها هنا ان احنا بنتكلم ايجيبشن انجلش، دي الازمه بتاعتنا. زي ايه مثلا؟ زي مثلا لما اجي اقول يا واحد اسف، انا ممكن اسكت ولا ان اقول له اللي احنا بنسمعه في الشارع ده، سوري يا فندم، سوري. اقول لا، مش صح خالص سوري. امال ايه؟ اسمها يا فندم سوري عشان تنطق انجلش صح، مش انجلش ايجيبشن تقول سوري. ليه؟ لان احنا ما عندناش الساوند في الانجليش، ما عندناش الساوند ار ولا ري ولا ار. طب انت مصر قلدك في حرف الري؟ لا يا فندم، اهو ار ري. امال ايه الانجليش ساوندز؟ الاصوات اللي في اللغه الانجليزيه ما فيهاش الساوند ار. امال اسمه ايه؟ اسمه ار. يعني احنا طول عمرنا واحنا بنتعلم ار اس تي، كانت مس حلبسه ومستر حموقه بتوع ابتدائي لما كانوا بيقولوا لك ار اس تي، دول كانوا بيغزوك في كرامتك يا فندم. لا لا، ما فيش حاجه اسمها R، اسمها R. زي ايه؟ زي sorry sorry father father. ايوه اقول وراي كده father water. تقول يا مصر يعني انا بنايم شارعنا من المغرب، ينفع اقول على النص كده وانا واقف مع الرجاله sorry؟ حد يعمل لي حاجه اقول له فاعمل له ازقه كده ف sorry؟ ايه ده؟ يقول عليا مش بطال. لا حضرتك يا فندم، عايز انت صح ولا زي زميلك اللي بينايم شارعه من المغرب؟ لا، اسمها sorry، اسمها sorry، اسمها father، اسمها father. طيب اي ايه بعدها ال او دبل ال؟ اي ايه بعدها ال او دبل ال؟ اسمها او، اسمها او. زي ايه؟ انطق معايا all. تاني all، tall، fall، small. انطق fall small مول. ايه ده؟ المول اللي انت وزميلتك بتروحي تجيبي منه اللبس، اسمه مول يا فندم، بس مش مول. مول دي في بتاعه الكيمياء، اصحابنا بتوع الكيمياء. اسمه مول. اسمه ايه؟ مول. طيب حاجه ثانيه، حاجه بسيطه جدا، حرف الاو، حرف الاو الساوند ده الصوت عامل ازاي؟ قال لما يكون تاني ساوند في الكلمه، تاني ساوند في الكلمه. يعني زي ايه مثلا؟ زي كم ياتي. انت قلت هنا ايه؟ كم، ده نطق صح كم. امال ليه لما نيجي نقول كوميونيكيشنز بالايجيبشن انجلش بنقولها كوميونيكيشنز مع ان حرف الاو هو تاني حرف برضه زي كم؟ كم عرفناها بالخبره انها صح، اما كوميونيكيشن تو نايت كل ده ايجيبشن انجلش. امال ايه؟ اسمها تنايت، كوميونيكيت، كونكت، كونكت، تجذر، تجذر، تومورو، tomorrow، today، tonight، together. كل دي أصوات حرف الأو الصح.